طقم من امريكان ايجل، جبت حاجه ليا وحاجه لجوزي. امريكان ايجل عامل زي كولابريشن مع ديزني، وانا اصلا بحب حاجات ديزني قوي، فجايبه التيشيرت ده من عندهم. بصوا انا جايبه سايز سمول، بس هو يعني واسع وكبير، ف مش لازم تجيبوا سايز كبير الا لو انتوا حابين يبقى واسع قوي او طويل قوي. في كذا حاجه بقى، كذا يعني كذا حاجه على الويب سايت، سويت شيرتس وبيجامز وحاجات كتيره تبع ديزني. ده كده حاجه. حاجه تانية بقى لمحمود جوز، الشميز ده بص هو لونه في الكاميرا فاتح، بس هو في الحقيقه لونه اصفر كده ليموني مثلا. هو سيلف الخارط فوش غير علامه امريكان ايجل صغيره اهي لو واخدين بالكم، وجايبين سايز منه اكس لارج. طبعا احاول الاقي الحاجات دي في الويب سايت بتاع ايجيبت او حاجات شبهها، اعمل لكم سايز اب ليها. متنسوش تستخدموا الكود بتاعي اللي هو حاطه لكم على السكرين شو على السكرين قصدي، ده هيديكم 10% ديسكاونت غير 30% اللي اوريدي موجوده على الويب سايت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.